السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طالبة وطالبات الصف الأول ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع حرف جديد من حروف الهجاء، ويلا بينا نخش مع بعض حديقة أزهار الحروف اللي هنتعرف منها النهاردة على حرف جديد هو حرف الواو. حرف إيه؟ الواو. تعالى معايا كده نشوف حرف الواو دي كده إزاي. بص كده معايا سنة أولى، تعالى بصوا معايا كده كمان مرة، ده معايا حرف الواو. وزي بقيه الحروف ليه الحركات القصيره وليه الحركات الطويله بتاعته. تعالى نتعرف على الحركات القصيره لحرف الواو. زي كلمه، زي حرف، ها حرف الواو ساكن لازم ينطق قبليه حرف، او زي حرف الواو عليه فتحه و، حرف الواو عليه ضمه و، حرف الواو تحتيه كسره و. تعالى نتعرف على الصورة اللي قدامنا دي. الصورة اللي قدامنا دي صورة ايه؟ حوض. صورة ايه؟ حوض. الصورة اللي معايا دي هنا صورة ايه؟ ولد. اسمع هنا صوت حرف الواو هنا كان ايه؟ ها؟ حوض. حوض. أنا وقفت هنا على حرف الواو فكان حرف الواو عندي ايه؟ ساكن. هنا ولد. ولد. الواو هنا عندي ايه؟ عليها فتحة، صوت حرف الواو مفتوح و. طيب الصورة اللي قدامي هنا عندي كم وجه؟ ثلاثة أوجه. أقول عليها إيه؟ وجوه. وجوه. صوت حرف الواو هنا إيه؟ عليه ضمة. الصورة دي صورة إيه؟ وسادة. الوسادة اللي إحنا بننام عليها. حرف الواو هنا إيه؟ تحتيه كسرة. وسادة. ولاحظ عندي هنا المد بالإيه؟ بتعرف دي صورة وسادة. صورة ايه؟ وسادة. الواو هنا عندها تحتيها ايه؟ كسرة. وسادة. هنا عندنا مد بالايه؟ مد بالالف، والسين عليها فتح، يبقى ده الحرف الممدود اللي قبل الماء. تعالى معايا نتعرف على اشكال حرف الواو. اشكال حرف الواو بيكون في اول الكلمة. طبعا عارفين حرف الواو من الحروف النافرة اللي هي لا يحرك بها اي حرف. طب عندنا برضو بحركاته و و و، واحنا متفقين ان الحرف الساكن لا ياتي في اول الكلمه. حرف الواو في وسط الكلمه بيكون بيصدقه حرف، وادي الحركات بتاعته و و و او. حرف الواو في اخر الكلمه يا اما بيصدقوا حرف يا اما بيكون منفردا وبالحركات بتاعته زي ما احنا شايفينها و و و او. طب تعالى معايا نتعرف على كلمات بها حرف الواو بالحركات وبالضبط بتاعها زي و و و او. كلمات بها حرف الواو عليها فتحه زي كلمه ولد، ولد، وجه، وجه، ورد، ورد، وليد. تعالى نتابع بعض الكلمات تاني. ولد، وجه، ورد، وليد. حرف الواو تحتيه كسرة زي كلمة وسادة، وسادة، وسام، وسام، وقاية. زي ما كنا احنا بنحط الحزام الامامي. دلوقتي برضو حرف الواو وهو عليه ضمه زي كلمه ورود، كلمه ورود. كلمه اخرى طاووس، طاووس. لاحظ معايا ان كلمه طاووس فيها مدين، عندي مد بالالف ومد بالايه؟ ومد بالواو. طيب عندنا هنا حرف الواو وهو ساكن زي كلمه قوس، موج، خوف. تاني قوس، موج، خوف. وبكده نكون اتعرفنا النهارده على حرف الواو بالحركات القصيره بتاعته، واتعرفنا على اشكال حرف الواو في اول ووسط واخر الكلمه، وخدنا معانا بعض الكلمات اللي بتتضمن حرف الواو. شكرا لكم سنه.